نحن بحاجة إلى وعي ثقافي، مش بس إلى كتاب نتسلى به، أو يعني لا بأس من القراءة للتسلية، بس الأهم بالنسبة لي هو تكوين وعي ثقافي بمشاكلنا، بحقيقة مشاكلنا، بما نعانيه، بما نعيشه، بأهدافنا المستقبلية. يعني أن يكون الكتاب كتاب يعني مخلص صادق، يحمل هما اجتماعيا ثقافيا معيشيا. كل احتفال بالكتاب هو حالة حضارية، هو فعل حضاري. يعني أي لقاء صغير أو كبير، وخاصة هذه المعارض الكبيرة التي تستقطب آلاف الناس، ملايين الكتب، هذه المعارض هي انتصار للكتاب، انتصار للعقل، انتصار للثقافة، انتصار للحضارة. الزمن بس ما أزعفنا، أنت تدري أنه الثورة جديدة لسه، والكتاب بدوا في الكتابات. لم تزعفنا كتابات عن الثورة في هذا العام، لكن إن شاء الله في العام القادم بتكون في حاجات عن الثورة، وأكيد 30 سنة من الغمع والقهر والاستبداد أكيد حتبرز حاجات جديدة للساحة إن شاء الله. عندنا شيء نتميز فيه هذا العام، يوجد شاعر إماراتي كتب ديوان شعر خاص إلى بغداد بعنوان بغداد كما عشقتها، وسيكون هناك حفل توقيع يوم الجمعة كرسالة محبة من الإمارات إلى العراق. زوار كثر لسان حالهم إن صعود التكنولوجيا وعوالم الرقمية لن تهمشنا، أو بعبارة أدق لن تسرق منا حياتنا الأولى وهي القراءة، وكثير منهم يرى بأن هذا المعرض انتصار للكتاب والثقافة. مصطفى سكحال، الحرة، الشارقة.
من الفرص الكبيرة التي أتاحتها لنا المعرض الشارقة الدولي للكتاب أنه لم يكن هنا مجرد معرض للكتاب، إنما معرض لكل الأطراف التي تشارك في عملية إنتاج الثقافة.